السلام عليكم الخوت، كتعاودوا بخير؟ مزيانين، كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ريفيو جديد. نتوما عارفين اني كنجيب لكم الريفيو، بزاف ديال الناس طلبوني ان نعمل ريفيو على هذا الهاتف. هذا جديد كما كتشوفوا معايا، ايتل اس 23. هذا الايتل الاخوان الثمن ديالها خيالي، والهاتف ديزاين اللي فيه مزيونه. مهم، اي حاجه في هذا الهاتف عتعجبكم الخوت، ما عليكم دعمونا بلايك واشتراك في القناة، ومرحبا بكم. وخليكم الاخوان مع الريفيو باش تعرفوا اي حاجة على هذا الهاتف. هذا لإيتيل جاب التليفون جديد، يعني بحال قلتي بغات تبرع عليكم صراحة. الله تبارك الله عليكم، شكرا للناس اللي كدعمنا، لايك كومونتيرات واي حاجة كتسولون عليها رانا كنجاوب في الكومونتيرات الاخوان، ومرحبا بكم. ضربوا لي الاخوان على الطار، بلاستيك الديزاين اللي فيه مزيونة، والكاميرا الاخوان 50 ميجا بيكسل اللي هي توب و 128 جيجا و 8 في الرام، والثمن 1150 درهم. ايتيل عتفرع السوق. ونبداو على بركه الله الاخوان. كما كتشوفوا 128 جيجا 8 في الرام، 4 جي كما كتشوفوا، الكاميرا 50 ميجا بيكسل كما كتشوفوا، والهاتف ها هو. كلكم مشوقين تعرفوا الهاتف ها هو فين هو كما كتشوفوا معايا. واو 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 واو، شوف الهاتف اللي مزيونه. نبداو به ان شاء الله بحول الله، عاد نمشيو للعلبه. كما كتشوفوا الاخوان الهاتف جد رائع جدا كما كتشوفوا معايا. شوفوا الاخوان الهاتف كما كتشوفوا معايا، ديزاين اللي فيه مزيونه، جا الظهر ديالو ديال البلاستيك وحرش باش ميوشي الغبره كما كتشوفوا معايا. والكاميرات ديالو الاخوان كما كتشوفوا جاو قرص، كاينه جوج ديال الكاميرات الفلاش كما كتشوفوا. جات التسميه ديال الكاميرا كما كتشوفوا 50 ميجا بيكسل، يعني مطبوعه. كاينه شركه ديال ايتيل هنا في الظهر ديالو، شوفوا معايا هنايا كما كتشوفوا معايا، هنايا في الجنب بصمه، وكاينه الزياده والنقصان. كاينه تحت باف وبلاصه ديال السماعات ميكرو، وهنايا كيتشارج الشارج ديال تيب سي الاخوان كما كتشوفوا معايا، كيتشارج شي بعادي. بالنسبه للاخوان الكولوريس، كاينه كولور هذا وبيض كما كتشوفوا معايا، خدمه فيه مسقونه وواعره. وهنايا الاخوان كاينه باف كاميرا ديال سيلفي، وهنايا الفلاش كما كتشوفوا معايا. هذا بالنسبه للهاتف. وهنايا الاخوان كاينه كراتي كما كتشوفوا، كاينه جنب هنا الكراتي الاخوان، عاد نجبدو لكم كاينه جنب. ونشوفوا العلبه شنو فيها. بالنسبه العلبة الخوت شنو فيها، شوفوا جربوها دابا باش نشوفوا هادشي. واو، كيجي كومبلي الاخوان، تعملوا لها شي انكاسابل، ما عرفتش انكاسابل واش كتجي معاه ولا لا، غادا نشوف. هادي هي البوشيطة، وهنايا هاد الشوكة هادي اللي كتجبد الكراتي، دابا تيستيوها حتى هي الاخوان. جوج ديال الكراتي والكارت ميموار فيه. بالنسبة للهاتف، رجعو هادي المكان ديالها. الشارج الاخوان شركة ديال ايتيل 18 واط كما كتشوفو، الكابل ديالو، السماعات كيجيو ديال ايتيل على الشكل هادو ديال القومة، شي حاجة اوريجينال. وقبل ما نشعلو الهاتف ديالنا الاخوان، عيدوسكم هنايا الثمن والجيجات اللي في التليفون والكاميرات والمعالج ديالو. والناحية الدراري اللي كيلعبو الالعاب، راه هذا ما يصلحكمش للبابجي ولا شي لعبة ثقيلة، غيلعبكم هيلعبكم شوية ومي ما اش بعض المرات سيبقى يتسبلونطا، لان هذا نتوما عارفين الناس اللي باغا تخدم الواتساب تشوف الفيديوز تصور فيديوز، فهمتوا كيفاش هادشي اللي كاين. مهم خليكم تتعرفوا على الجيجات ديالو ولا رام، وانا معكم. نبداو اول حاجة الاخوان، الموديل ديال التليفون ايتيل اس 23، ميموار 128 والرام 8. ثاني حاجه الاخوان، الباتري 5000 ملي امبير اللي مزيانه بزاف، الكاميرا ديال الخلف 50 ميجا بيكسل اللي هي واعره واعره، ود الامام 8 ميجا بيكسل. المعالج ديال الهاتف الاخوان جد متواضع، اوكتا كور 1.8، والكرو ديال الهاتف 6.6 اللي هي مزيانه، والثمن الخوت 1150 درهم اللي هي ثمن ضخم. نبداو على بركه الله نشعلوا الهاتف. كتشوفوا معايا ايتيل صراحة الله مزيون بزاف، جاب الديزاين واعرة وبأثمنة مناسبة، 1150 درهم يعني شي حاجة اللي مزيانة بزاف. الشاشة ديالو الاخوان
6.6 كما كتشوفوا شو الشاشة ديالو 6.6 اتش دي. وهنا الباتري 5000 ملي امبير كما كتشوفوا اللي هي مزيانة بزاف 4 جي اللي هي واعرة. كيتعطل اخواني شعل انا ندوزكم شوية الفيديو وانا معاكم دقة دقة باش نفهموا كلشي. المهم كيما شعل الفيديو كتختار اللغة ديالك كتعمل سويفو كتختار اي لغة هنايا كتعمل سويفو سويفو اي حاجة طلعت لك هنا اليمين ديالك كما كتشوف معاها تعمر هاد الكروة هادي باش نشوفوا الاخوان الشاشة ديالو طريقة الخدمة اللي فيه واعرة وخفيفة بزاف كما كتشوفوا معايا. غنشعلوه مع بعضيتنا كاملين واحسن حاجة الاخوة اللي كنعملكم انا هي كنشعلكم الهاتف الجديد باش كتشوفوا الطريقة التشعيل ديالو طريقة الخدمة ديالو كما كتشوفوا معايا شعل بالزربة الخوت باش تعرفوا التليفون واش خفيف اولا لا كتجربوا تلعبوا فيه. هيدا هيدا بيدكم شوفوا شو خدمة فيه يا سلام. شوفوا الكاميرا الاخوان ديالو كما كتشوفوا معايا واو واعرة شو شوفوا شوفوا نزوميو على هادي شو يعني التصوير الدراري اللي كتعدل اليوتيوب يعني في الحقيقة يعني احسن من التصاور بحال هيدا يعني كيبان واعر شوفوا شو الوجه كيفاش كيبان بحال الايفون. انا الصراحة الله طربني هاد التليفون والله مزيون الاخوان. المهم اللي بغا شي حاجة مرحبا بي كتب ليه في الكومنتير نتاع النمرة ولا الانستغرام راه موجودة السلعة مرحبا بكم. والناس طنجة مرحبا بكم الخوت السلعة موجودة. نشوفوا دابا الشاشة ديال الهاتف والفيديوز طبعا. وهنا الاخوان الشاشة ديالو كيفاش كتبان في الفيديوز يا سلام شوفوا حيوانات كيبانو مزيونين بزاف والصورة كتبان واعرة كما كتشوفوا معايا. الهاتف يا سلام ويستحق الشراء الصراحة. ايتيل الا بقات هايدة راه مزيانة وغتفرع عليا السوق تبارك الله عليهم تليفونات في المستوى اللي كيخرجو لنا. وتحياتي للخوت اللي كيتبعنا كامل في اي بلاصه في انحاء العالم. شكرا لكم.